نشري العاب عند هذا ولد عمتي، نشري عليه العاب، بغيت نشري سياره خويا الصغير. وعيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير وربي يغفر الذنوب ان شاء الله. صحيت ولدي الاجواء على مستوى ولايه عين تيمشات مع احد المواطنين. تقييمكم لمستوى الخدمات على مستوى عين تيمشات من ناحيه النقل، المخابز، المواد الغذائيه؟ ما شاء الله زعما الله يبارك فيك. شوفي كل المحلات راهم مفتوحين، ورانا في العيد الثاني كما يقول لك، عيد مبارك ان شاء الله. وان شاء الله كما يقول لك كما فات علينا رمضان خرج كلنا وكان في العيد ان شاء الله، وان شاء الله عقوبة العام ان شاء الله يا ربي. كما عيدنا ان شاء الله وعيدكم ان شاء الله. كما يقول لك راكي تشوفي الاجواء الله يبارك ما شاء الله. يعني انا نقول الله يبارك ما شاء الله. شاوة قاضي تعرفين تعرفين عارفين الخدمة تاع الخدمة الخدمة راكي تشوفي ما مو يعاودوا باش المحلات باه كيما نقولوا احنا عندهم السلعه نتاعهم باه ما تتغبر لهم شنو نخدموا في زعما بيريود تاع زعما الغبره باه ما تدخلهمش المحلات نتاعهم ولي كليون ثاني باه كيما نقولوا احنا ما ينغبنوش. هذه هي. شكرا، بارك الله فيك.